الفن هو الوسيلة الوحيدة يلي من خلالها ممكن إنه الإنسان يعبر عن شخصيته. من خلال فقرتنا متابعينا ومشاهدينا الكرام رح نتعرف على العم أبو رمزي يلي من خلال هذا المكان قدر إنه يوصل رسائل مميزة ورائعة عن طريق النحت. خلينا نتعرف على التفاصيل ونشوف الهواية يلي موجود فيها العم أبو رمزي من خلال فقرتنا. يحترم نفسه، يحترم الآخرين، بيحب الحياة، بيحاول ما يعيش بسلام واللي حواليه بسلام. هذا هو حياتي هون، هو المتنفس اللي لي هون. أحيانا لما بغضب، لما بفرح، لما بلجأ إليه في هذا المكان. هي تقريبا من 10 سنين أو 15 سنة. واللي خلاني ألجأ لهذا الأسبوع، ما كنتش عارف إنه أنا بعرف الفن والأمور اللي زي هاي. اللي خلاني ألجأ لصعوبة المواقف اللي بنعيشها، شعرت إنه يجب ترجمة بعض المواقف، فجربت أول مرة، تاني مرة، وعاشر مرة، لما في الأخير الحمد لله وصلنا للمطلوب. بحاول أجرب كل الفنون، كلها، رسم على الزجاج، رسم بالألوان، رسم بالفحم، النحت. أنا بعشق النحت، يعني أكتر شيء النحت بركز عليه، أو بشعر أني أنا أجد نفسي في النحت. يعني المواقف اللي بتصير سواء أتراح أو أفرح تستفزك، بتقول لك لا يعني جسدني في منحوتي أو في رسمي أو في شغلي زي هيك. فمباشرة طبعا كل منحوتي أو كل قطعة أو كل لوحة لها أدوات الخاصة، يعني ممكن بالإسمنت، ممكن بالجبسين، ممكن بالكالسيوم، بأشياء تانية. شو بتطلب اللوحة نستخدم الألوان. الحمد لله للشباب كبروا، خلفتي كبرت وما شاء الله عليهم، اطمأنيت عليهم، جوزناهم والأمور تمام الحمد لله رب العالمين. هلا استقر الوضع. التجارة، كنت أشتغل في التجارة وانهيت الحمد لله لظروف وأسباب عدة. هلا بطلع الصبح، وقتي مش منتظم، يعني فيش وقت محدد، بس 99% من وقتي بقضي في هذا المكان. منحوتي بنتواصل مع الأصدقاء على الفيس، على وسائل التواصل. حدث يمكن قبل شهرين أو ثلاثة، لما جندي إسرائيلي رفع أحد العمال اللي شغالين في الداخل اللي بنحترمهم وبنجلهم جدا، حملوا كأنه حامل الشوال أمح ولا هاي، ورمى برا الحاجز. استفزني هذا المنظر، حاولت أجسده يعني في منحوتي. كمان هذا موقف يعني ياريت لو العالم تفهم شو معنى رؤية العجوز هاي، وهي ماسك الشجرة وعطيتها متمسك فيها، متجذرة هي والشجرة في الأرض، وجيب الجيش أو الجندي واقف حواليها. يا ريت كل العالم تفهم شو معنى هذا، هاي المسكة. رسالتي انه نحترم انسانيتنا، كل واحد يحترم انسانيته، يحترم انه ربنا خلقنا بني ادمين وانسان. عيش انسانيتك، كن انسان، وإلك كرامة، بيع كل شيء الا الكرامة.